مشروع ميزانية 2014 شكل محور هذا اللقاء الذي نظمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين اليوم لمناقشة آفاقه الاجتماعية والاقتصادية. نظمنا هذا اللقاء بحضور خبراء وأساتذة جامعيين ومجتمع مدني وكذلك الأطر ديال البرلمان والبرلمانيين للمساهمة ولإغناء النقاش حتى نتمكن من المساهمة في مناقشة الميزانية القطاعية والقانون المالي ونضيف قيمة مضافة ونعطي كذلك مستجدات وخلاصات اللي غيخرج بها هذا اليوم الدراسي اليوم إن شاء الله. ويرمي مشروع ميزانية 2014 إلى تقليص عجز الميزانية العامة إلى 4.9% من الناتج الداخلي الخام والارتكاز على معدل نمو يبلغ 4.2%.